أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. أنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100 ألف أو يزيدون فمتناه بياحين فسبهما ولربك البنات ولهم البنات خلقنا لنا بقدر إناث وهو شاهد هذا إنهم من ذكرهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون صبر البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون فلا تذكرون لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم من كل صادقين وجعلوا بينه وبين جنة نسبا ولقد علمت جنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لمن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به سوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا فتولى عنهم حتى حين وأصلحوا فسوف يبصرون فبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأصلحوا فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين صاد العالمين صاد القرآن ذي الذكر للذين كفروا في عزة وشقاق وبلغ من قلبهم قلب فنادى ولا تحين مناص عجبهم من جاء أو منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب رجع لنا لأتى إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب انطلق الملأ منهما أن اكشفوا واصبروا على آلهتكما إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بها لأتين هذا إلا اختلاقنا أرسل عليه الذكر من بيننا ولم يزك من ذكرهم لما يذوق عذاب عندهم فزع يرجو رحمة ربك العزيز الوهاب لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليتقوا في أسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ذهبت قلعهم والرياح وعاد وفرعون ذو الأبداد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء اصبر على ما يقولون
إن هذا لرزق
من الأنعام ثمانية أزواج
فالصابرون أجر بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني وأعبد ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين I'm sorry.